ويسعدني ان يكون معايا دكتور ابراهيم ابو ذكري رئيس اتحاد المنتجين العرب ورئيس المهرجان، وايضا دكتور عصمت يحيى طبعا صاحب البصمات الجميله في المهرجان. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا استاذ، واهلا بالشرقيه، واهلا بجمهور الشرقيه، واهلا بالبرامج الشرقيه. وعلى فكره الشرقيه مشتركه معانا، واتمنى لها النهارده الفوز ان شاء الله. احنا مشاركين بثلاثه اعمال مش كده؟ بثلاثه اعمال، ما هي مجموعه من الاعمال، بس اللي انت قصدك عليهم ممكن يكونوا هم اللي فايزين، لكن الاعمال هم متقدمين بمجموعه من الاعمال كويس. يوسف بقى يا جماعه ثلاث جوائز ان شاء الله. شكلها كده. ان شاء الله. الدوره الجديده الحقيقه مبذول فيها شغل كبير، ويعني الحقيقه كانت بتضم اقسام متعدده وفعاليات متنوعه، فتقول ايه عن الدوره دي؟ الدوره دي ككل دورات دايما اللي احنا بنبتدي بيها بيبقى فيها مبادرات جديده. اهم مبادره السنه دي هي اللي كانت مبادره مهرجان القاهره لعلوم الاعلام، والسنه اللي فاتت كان في مبادره قبل كده وكده. بقى دلوقتي من سنه 1993 لم يتوقف اتحاد المعامل والمنتجين العرب من طرح مبادراته، وجميع المبادرات كلها متفاعله مع المجتمع المدني بشكل كويس، ولا توجد ولا مبادره الحمد لله اللي هي موجود لها دلوقتي بقى لها اساس وتحولت لمؤسسات كبيره جدا يعني. الحمد لله.